عليكم الاخوات، لاباس عليكم؟ بخير، كديرين الصحه؟ عاد تاني رجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم هذه الخطره، فيه واحد الشهيوه زوينه اللي كنسموها الصحراء مارو. انا درت اليوم مارو بالدجاج ان شاء الله يا مولانا. نبداو على بركه الله المقادير. اليوم هذوك كما كتشوفوا عادي، كناخذوا اولا المكون الاساسي اللي هو الرز. الرز ماشي الرز داك البيض داك الصغير مكركب، هذا الرز طويل، ماشي الكلاصي، ماشي الرز كلاصي، هذا الرز طويل ابيض. هذا هو المكون الاساسي اللي غنخدموا عليه ان شاء الله هذه الوصفه. هذا غادي تصوب بالطريقه ديالو ان شاء الله، غنقدمها لكم بالطريقه بوحدو، كيطيب بوحدو. والخضر الدجاج بكميه على حسب افراد ديال الاسره، هذه الكميه كتكفي ثلاثه ديال الاشخاص، انا استعملت الكميه اللي كتكفيني على ثلاثه ديال الناس. انت كتستعملي ما ديري الدجاجه، وممكن ديري فيه اللحم، ماشي بالضروره يكون الدجاج، ولكن ممكن ديري فيه اللحم، ديري اي الغنميل البقري اللي بغيتي، وممكن نفس المكونات نفس الخضره وديري معاها الكربي، كيجي زوين مارو بالكربي اللي غني على التعريف عند اهل الصحراء. اليوم جيت نقدم لكم هذه الوصفه ان شاء الله، كنتمنى تعجبكم. كنحتاجو خيزو هكا مقطع على جوج ديال الخطرات، كنحتاجو اللفت البيض حتى هو مقطع على جوج الخطرات، الدنجال والكريعه الخضراء، كرجي حتى هي كنقطعها على جوج ديال الخطرات، هذه الكرعه الحمراء، جوج حبات ديال الطماطم محكوكه، ومعلقه ديال المطيشه ديال الحك، وجوج ديال البصلات محكوكين، قزبر والمعدنوس مبشورين، والعطريه كنحتاج الابزار، الملحه، التحميره، وسكينجبير. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. من طبيعه الحال الزيت ما بين الروميه والبلديه كاس تاع الزيت كنحتاجو ان شاء الله. نبداو على بركه الله، بسم الله، كندير الزيت، ناخذ الدجاج، كندير البصلة، كناخدو من بعد درنا البصلة كنخليهم يتشحروا واحد شوية، البصلة والدجاج، كناخد ندير العطرية، العطرية عادية بحال إلا بغيتي تخدمي بديري الكسكس عادية العطرية، كندير القزبر والمعدنوس مبشورين، كنخليهم يتشحروا واحد شوية. هاد الروز هذا كيجي غزال، كيجي بحال هكا كتقدم في سمو الوجبة ديال العشاء، زوين رائع، ولا حتى ديال الغدا. هاد الروز هذا غادي نشدو غادي ندهنو بالزيت ديال البلدية، الزيت الرومية عفوا الزيت الرومية باش كنستعملو، كنسلقو في البرما نص سلقة، يعني ما كنطيبوش مزيان، ما كنخليهش حتى كيطيب بزاف، كيطيب غير واحد شوية، كنسلقو وكنصفيه. ملي كنصفيه كنحطو على نديرو على الماء، كنغسلو باش يحيد منو داك النشا، الا حيد منو داك النشا كتجي حبه على خطا، ما كيجيش بحال هكا، ما كيتزداش، ما كيتزمطش، كيجي حبه على خطا، كيجي زوين، كيجي معزوله، كل حبه معزوله بوحديتها ملي كيطيب ان شاء الله يا مولانا. طيب على اسمو، وغادي نصوب هاد الروز هذا اللي غادي نديرو يتسلق، غادي ندهنو بالزيت الروميه، وغادي نديرو يتسلق نص سلقه كيف ما قلتلو، كنعاود ناكد ما تخليش طيب يطبخ بزاف، غير كيبدا ديك الطبخه كتحيديه باش ما يطيبش بزاف ويتزدى مع بعضياته. من بعد كتصفيه وكتكبيه عليه الماء البارد باش يهبط منه النشا، باش من بعد من غادي تفوريه ما غاديش يتزدى لك، من غادي تحطي غتبقى حبه على خطا، يعني ما غاديش يتزدى ان شاء الله يا مولانا. غادي نشوف نقلب الدجاج ديالي، بعد ما
شحال معانا كنديروا مطيشه، شحال البصله والدجاج كنزيدوا عليه ديريكتوم المطيشه، يعني ما كنخلوهاش حتى الاخر، كنزيدوها تشحر حتى هي واحد شويه شحال معانا مطيشه والدجاج درناهم هنا. دابا غادي ندوز للتحضير ديال الرز، ناخذ هادو على جنب. كناخذ الكميه اللي غادي تخصني ديال الرز، كندهنو بالزيت الروميه بحال هكا، نخلط بيدي، كندهنو مزيان بالزيت تقريبا واحد على حساب الكميه، اذا كان كيلو ديال الرز كتاخدي نص كاس ديال الزيت كدهنيه مزيان كيتدهن بحال هكا صافي، وكنديرو في البرمه حتى كيتسلق نص سلقه، كنعاود ناكد نص سلقه، يعني ما كتخليهش طيطيب غير كيغلى، كندير معاه واحد القبصه ديال الملح، القياس ديالو ديال الملح، غادي نديرو في البرمه ديالي يغلى وغادي نصفيه ونرجع معكم باش نوريكم الطريقه. من بعد ما تشحر معنا الدجاج مزيان، شحر هو والبصله ومطيشه شحرناهم مزيان، كنضيفو الخضر، نبدا باللفت بسم الله، ما كنزيدوش المرقه، مازال ما زدت المرقه الماء زعما البلو، ندير جزر خيزو ديال التنجال، تا هو كيبقى اختياري بالنسبه لي، ما بغاش يديرو ما يديروش اختياري. كندير الكريعه، بعد ما قسمتها على جوج ديال الخضرات كندير الخضره كلها الخضره، بالنسبه للفلفله اختياريه اللي ما بحال هكا كنخليهم يطيبوا واحد شويه، خليهم يتشحروا ديك الشرموله بعد ما تلقط النسمه ديالها ديال الدجاج، حركو مزيان بعد ما كتشحر الخضره مزيان بحال هكا، كنشحروها مع الدجاج والشرموله اللي درنا لهاد المرقه هادي ديال المارو، غادي نزيد الماء كمية الكافية، كنزيد الكمية الكافية ديال الماء غير نغطي على الخضرة صافي. كنخلي ما سديت على الكوكوط ديالي، كنسد عليها كطيب الخضرة ديالي والدجاج، كندوز للرز بعد ما سلقتو نص سلقة كيجي بحال هكا كيفما كتشوفو في الصورة، كيجي بحال هكا حبة على خطا، غير كيتسلق نص سلقة، درتو كبيت عليه الماء البارد باش يهبط منو داك النشا باش ما يلصقش، كنديرو في القصرين كنسرحو مزيان، نسرحو حتى ينشف، يبان معايا بانه نشف، بعد ما سلقتو هاد نص سلقه كنديرو ينشف بحال هكا، كنسلقو كدهنتو بالزيت كيف ما وريت لكم في البدايه ديال الفيديو، تدهنو بالزيت وكندير معاه قبصه ديال الملح، مما كتسلق نص سلقه كنصفيه كنديرو تحت الروبيني باش يهبط منو داك النشا ديالو باش ما يلصقش، كيجي حبه على خطا، كنخليه
مدة 10 دقائق تقريبا هكا ولا اقل كاع من 10 دقائق كنحطو بحال هكا حتى ينشف. بعد ما كيغلى ليا الماء اللي درت في البرمه باش يغلى لك الماء كندير النار عاد نردو الكسكاس ونديرو الفور عادي بحال كتفور الكسكسو تفويره وحده غير هو كتغطي عليه كدير عليه الغطايه كتغطي عليه حتى كيتفور وصافي كتقدميه كتقدميه كتصاوبي على الشكيله اللي بغيتي كتسكي بحال كيما كتسكي الكسكس ديالك عادي كيجي رائع رائع زعما فريمون كيجي رائع. ان شاء الله طل الحصه الجايه ان شاء الله نقدمو بقدم مارو اللي كيجي في الكوكوت باللحم ان شاء الله وبحال هكا نتلاقى معكم بعد ما نقدم التقديم. بعد ما طاب معنا الرز ديالنا اللي هو كيتسمى مارو مارو بالخضره كيتقدم بحال هاد الطريقه هادي من بعد ما استفت انايا الخضره وقديتها كتسكي يمكن لك تسكي بحال الا كنت كيكون الانسان منفرد يسكي كل واحد والطبسيل ديالو بالطريقه اللي بغيتي وهذه هي الطريقه النهائيه ديال الرز كيجي غزال كيجي بنين. نقرب لكم الصوره باش يبان لكم مزيان كيجي حبه على خطا كيتسكى كيجي واعر. يمكن لك ديريه بالطريقه الاخرى ديال التفايه اللي كتحضر بالبصله معسله والزبيب. المهم كاين بزاف ديال الوصفات بمارو كاين مارو بالكوربين كاين مارو بالكوكوت باللحم كاين بزاف ديال الطريقات ان شاء الله في الفيديوهات القادمه ان شاء الله غادي نقدموا لكم ان شاء الله. وكنتمنى يعجبكم الفيديو يعجبكم هاد الاكله اللي قدمت لكم ان شاء الله وتمنى دعموني ودعموا القناه ديالي ان شاء الله باللايكات وبالاشتراك ديال القناه ان شاء الله. وهذه هي الطريقه ان شاء الله تمنى تعجبكم بسيطه وسهله وكيتقدم يعني ما فيش ساعه ديال المقله ديال التقديم اقل من ساعه تقدري تقدميه بحال الضياف ديال الغفله بحال هكا الا جاو في وقيته ديال العشاء ولا وقيته ديال الغداء ومتوفرين. راه يمكن تاني تستعملي بلا هاد الخضر كلها يمكن لك تستعملي غير بالخضر بسيطه غير بحال الجزر خيزو ولا القرعه. وان شاء الله كنتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله الفيديو القادم ان شاء الله ونحضر ان شاء الله مارو بطريقه ثانيه. عندي بزاف ديال الوصفات ديال التقديم عندي بزاف ان شاء الله ديال الوصفات وكنتمنى تدعموني تدعموا القناه ديالي باللايكات وكيهمني الراي ديالكم سواء كان زوين سواء كان خايب يعني اي حاجه يمكن لكم تقولوها زعما كيهمني الراي ديالكم كيهمني الانتقادات ديالكم كيهمني النصائح ديالكم من طبيعه الحال. وما تنسوش الاشتراك للقناة والسلام عليكم ان شاء الله الفيديو القادم ان شاء الله يا مولانا.